أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا الذين يجادلون
عليه بالمغدار الزمان. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل نكن ندعو من قبل شيئا. فذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في أرض غير الحق وبما كنتم تضحكون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك بأيدنا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من قصصنا عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها بهم ما كانوا به يستهزئون. بل ما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. بشير ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد مستقيموا إليه مستقروا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتنا طائعين. فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينت السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن عرضوا فقل أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء وكانوا بآياتنا يجحدون. وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في
أيام النساس لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود بادنا ومستحب العمى عن هلا فأخذت صارقة العذاب بهول بما كانوا يكسبون. وانزل الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم وأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثل لهم وإن يستتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس اجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من السالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة والسيئة إذا بالتي هي أحسن فإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما يزغنك من الشيطان يزغن استعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له الليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم يأتي إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بذكر ما جاء أما إنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من كنيته ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ورجعناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي.
آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم